يعني اكيد من عاداتنا في الاكل انه نعتمد على اللحوم والرز بكميات عاليه خاصه طالعين من عيد، لكن عشان نتجه لنظام غذائي صحي نحافظ على جسم متناسق كمان نقدر نعتمد على البروتينات في اضافات غير اللحوم. فمعي اليوم سنتي ابو خليل عشان نشوف معها كيف نقدر نسوي هذه الخلطه. يا اهلا وسهلا فيكي. شكرا. وصباح الخير. صباح النور. حفانه انت على فكره اول شيء. شكرا. في جمال يعني. طالعين من اللحمه وعاد احنا نحب اللحمه اصلا، بس نبغى نعرف قد ايش لازم ناكلها في الاسبوع ونسوي، عارف انه انت ما تحبي كلمه ديتوكس بس يعني نخفف شويه نكسر الروتين الدسم اللي رح نحكي عنه اليوم. كثير كثير موضوع حلو خاصه هلا مع الفاكيشن، يلي بيرجع من الفاكيشن يلي بعد العيد وقت ناكل كميه لحوم كثير كبيره وعيش ورز وطبخ وهالاشياء، شو لازم نعمل بالدايت تبعنا وليش اللحمه الحمراء هي نعتبرها مضره بكميه كبيره؟ لانه اللحمه الحمراء هي فيها اول شيء كثير فات، والدهون الموجوده فيها هي دهون منا صحيه لجسمنا. ما هي صحيه بكميات قليله، بس بكميه اللي نحن بناكلها بغذائنا العربي ناكل كثير لحوم بالمشاوي وبالطبخ وبالخروف وبالهالاشياء، فبيصير في تراكم من اللحوم. هذا غير انه غدا وعشاء كمان مرتين في اليوم. صح. يعني وغير الاشخاص اللي بجربوا ينحفوا شو بيعملوا؟ بياكلوا كميه بروتين اكثر يلي هي كميه لحمه اكثر. صح، من غير رز ومن غير باستا على اساس انه ينحف. اوكي. ففي دراسات بينت انه اذا بناكل كميه كثير كبيره من اللحوم الحمراء ممكن يزيد من مشاكل القلب، من مشاكل الكوليسترول، لانه ال دي ال الكوليسترول المضر بيطلع، فنحن الكبد كمان. صح، الكبد. صح، الكبد يلي هو بيعمل عمليه الديتوكس الطبيعيه تبع الجسم. كمان عندنا شغله ريليتد للجوت هيلث، يعني الهضم. بتعرف انت اليوم كلنا بنحكي عن الهضم، الهضم لازم يكون مزبوط كرمال المود وكرمال النوم وكرمال البدانه، فكمان بياثر على اللحم الحمراء. واعتقد اللحمه تاخذ 8 ساعات عشان تتهضم. مزبوط، تاخذ كثير وقت، فمشان هيك حتى لو فما بالك يعني اللي ياكل لحمه وينام هذا ايش يصير فيه ما ادري. هلا رح نحكي بالاخير عن اذا بدك ارشادات قد ايه ناكل لحمه بالاسبوع، ونفرجي انه نحن بغذائنا خاصه نرجع من بعد العيد فينا نخفف، نعمل اسبوع مثلا نسميه مثل ريبوت، يعني مش ديتوكس بس انه تغيير بالدايت، تجديد الدايت، وكيف فينا نعمل تنتبع غذاء صحي. خلينا طيب نبدا اول شيء، ايش الاشياء اللي نقدر نضيفها على اللحمه قبل ما نكنسل اللحمه؟ اكيد. ايش اقدر نضيفها؟ نحن بغذائنا الميديترينيان او كل البلاد العربيه بناكل طبخ كثير، او يخانه او مثلا نوع من الصلصات اللي بنعملها بالبيت. والله كبسه مثلا. بس في شغله لازم نجرب نعتمدها، انه ندخل اكثر خضره، يعني مثلا بندخل الحمص بالطبخ مع شويه لحمه، نعمل الفاصوليا او الفول او الحمص مع العيش او مع الرز مع لحمه، محل ما نعمل صالونه لحم اكثر بنعمل صالونه سمك، بنعمل صالونه خضار. فانت بتخففي مثلا كميه اللحمه وتضيفي البروتين في شيء ثاني. مزبوط. يعني محل ما انت تاكلي لإلك شقفه لحمه 250 جرام بالطبخه كلها تبع العيله كلها بيكون فيها 250 جرام. اوكي. فانت عم تاخذي المنافع تبع اللحمه يلي هي الحديد خاصه، البروتين والحديد، بس وقت تخلطيها مع الحبوب او البقوليات خاصه العدس الحمص الفول الفاصوليا عم تاخذي نفس كميه الحديد بس امتصاصها منيح لانه فيها لحم وطيبه، وكمان فيها تكون فيجيتيريان، فينا نشيل كليا اللحم بهيدي الوجبات كلها. يمكن في كثير ناس تعتمد على البروتينات عشان يبنوا عضل. صح. من غير ما يروح الجيم. صح. ما ادري كيف انه على اساس انه اكل لحمه خلاص تطلع العضله، فهنا كيف نعمل البالانس الصح؟ اوكي، كميه البروتين هي حسب وزن الشخص، يعني اذا انا شخص عادي بعمل رياضه كثير بسيطه لازم مينيموم اكل قد ايش؟ كثير بسيط، خلينا بس عشان نوضح. يعني عادي بنعتبرها نورمال بيرسون، ما بروح على الجيم، بمشي شوي بروح بجي، حدا عادي عادي عادي. أي. لازم ياكل وزنه بالبروتين، يعني ليتس انا وزني 60 كيلو بدي اكل 60 جرام من البروتين بس. ايه، مش سهل انك تحسبيهم، اخصائي التغذيه بتساعدك تحسبيهم، او اذا انت لانه بتعمل الجيم انت تعرفي تحسبيهم. الاشخاص اللي بيعملوا رياضه بياخذوا 1.5 تو 2 مره ونص لمرتين، يعني اذا وزنهم 60 بياخذوا 90 ل 120 جرام. هذا لو اي نوع بيوم من الرياضه؟ هيدا وقت بيعملوا تريننج، بيروحوا 4-5 أيام بالاسبوع على الجيم. تمام. دراسات بينت اكثر من مرتين وزنك بالبروتين ما بتفيد، فنحن هيدا الاقصى الوزن عم نحكي اللي نحن بدنا ناخذه من البروتين. أوكي. هلا تناخذ وجبات فيها بروتين غير اللحمه، شو بنعمل؟ بندخل مثلا الصبح شويه شوفان، اوكي؟ بندخل على الغداء شوربه العدس، شوربه العدس من الاشياء اللي انا بحب دائما احكي عنها، لان موجوده نحن بغذائنا وشغله كثير كثير صحيه، فيها حديد وفيها بروتين. بس ثقيله والله العدس، يعني. صح. انا لما اكل عدس ما اعرف ليه تتعب لي بطني صراحه. فيك تعملي مثلا العدس يلي لونه هيك اورنج تخلطيه مع الخضره، بتحطي معه جزر وبطاطا وخضره، بتخفف الدهون. في السلطه يعني. صح، وفيك تعملي بالشوربه، وفيك تعملي شوربه عدس بزيت قليل، ما هو اللي بتعبك هو الزيت والزيوت والدهون، فطريقه الطبخ بتاثر. صح.
صح. بعدين عنا الطبخ يلي احنا عشان الشربة يعني كثير صراحة سنتي يعني أكثر نعتمدها في رمضان صح. بس خلال السنة وخاصة في الصيف صح. ما تبي تأكل شيء حار يعني صح. تبغي طول الوقت شيء بارد يعني. خلينا نحكي عن السالدز. أوكي. السالدز أحسن بكثير من العصائر. في أشخاص بيقولوا رح أعمل أنا يعني مثل ديتوكس جرين جوس. جرين جوس مش غلط الجرين جوس بس بشربه مثلا الصبح بشربه كوجبة خفيفة بس ما بشربه طول النهار. العشاء مثلا بعمل تنويع من الخضار مع الأفوكا الهيلثي فات ما بدنا ننسى الدهون المفيدة الأفوكا البذور بس فيه كالوريز كثير الأفوكادو صح بس نحن عم نعمل دايت يريح جسمنا ويريح الهضم تبعنا أوكي. أكيد إذا ما فيه بروتين العشاء بدنا نحط له هيلثي فات بدنا نحط دهون مفيدة بنحط شوية من الأفوكا فينا نحط فواكه المانجو البابايا الأشياء الموجودة هلأ بالسيزن ومثلا الحمص بنحط على جنب حمص على شقفة مثلا خبز صغيرة أو على رايس كيك أو على هيك شابورة صغيرة كمان بتساعدنا تعطينا يلا يا سنتي ما أنسى قبل كم سنة لما أكلتي لي الكرفس بالحمص تفتكري؟ صح بتعرفي دحين صرت أكله دحين لحاله من غير أي شيء والله أيوة أيوة ما حبيتي وقتها شفتي وقتها مستحيل كنت أكله بس دحين خلاص يعني هي مسألة تعود بس تتعودي على الطعام يصير عادي تاكليه يعني ما هي مشكلة صرت تسوي عصير كمان أوقات أيوة. فهيدا كله هيدا بس أهم شيء نقوله عن اللحم الحمراء إنه نحن وقت نخلص مثلا هيدا الدايت اللي ما فيه لحوم ما فيه حتى دجاج ممكن ندخل شوية أسماك كل هالأشياء ممكن نكلها بغذائنا اليومي بنرجع بنخلي مرتين بالأسبوع بس ناكل لحم كبلافيو لحم مرتين في الأسبوع صح أوكي. كمشاوي مثلا 200-250 جرام كلحم شقفة لحم مع مثلا خضرة مثلا. بس مرتين بالأسبوع أوكي والباقي مرة مثلا بيكون فيه مثلا شوية لحمة بالطبخ اتس أوكي جرب نختار اللحمة اللوفات ونعمل شيء مثل اللي بيعملوا بأمريكا مثلا اسمه ميتلس ماندي يعني نهار الاثنين يكون فيجيتيريان اوكي فمره في الاسبوع فيجيتيريان ومرتين لحم احمر مرتين سمك ومرتين سمك صح مرتين أوكي. بالاقصى لحم فيك تاخذي مره بالاسبوع بس انا عم بحكي بالأقصى. يعني خلينا على الدجاج صح. اكثر شيء والسمك نجرب ندخله مره لمرتين بالاسبوع يلي هي شغله مش كلنا بنعملها نحن هل تنصحي بالبروتين شيك ولا هذه الاشياء الفيتامينز الزياده اللي ياخذوها انا ماني ضد البروتين شيك بس الديبند حسب الشخص اذا عم يعمل رياضه اي بروتين شيك عم بيختار اي متى عم ياخذ البروتين شيك بعد الرياضه المفروض البروتين بعد الرياضه فإذا شخص ما عم بيقدر يأمن غذائه من الأكل خاصة إذا عم يعمل دايت عم بخفف كل شيء من اللحوم والدجاج وهو شوي فيجيتيريان في مثلا يلجأ لتسيل الفيجن بروتين بحطه مع الحليب أو مع الألمند ميلك أو كوكونات ميلك بيساعده كمان يزيد كمية البروتين بغذائه بالنسبة للخضار إيش أفضل طريقة إنك أنت تاكل الخضار ومن جد تستفيدي بكل الغذاء اللي فيه أوكي عندك الفريش طبعا عندك الفروزن المفرز الخضار أوكي. المفرز كتير 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 منيحة فيها كل الفيتامينات اللي نحن ممتاز والله عشان يصير ماشي الهم انه يخربوا بسرعه صح إيه؟ لانه هن شو بيعملوا بياخذون دغري بحطون شوي بمي ديف او بفرزون أوكي. فبيبقى فيه الفيتامين نفسه بقلب الخضار فهي شغله سهله بالبروكلي وهذه الاشياء بنقدر إيه؟ بالشوربه بالطبخ بالصالونه كثير سهل فها اهم شغله والشوربه طبعا وقت تعملي كمان جوسينج يعني انت بتمعسي كل الفواكه وبتشربيهم إيه؟ او الخضار مش بتشيل الفايبر عرفتي شو قصدي ماشيين الزجاج مثل مثلا الشيكس بتحط الحليب بتحط بقلبه الفواكه او الخضار كمان هيدا طريقه مفيده انه نحن نتناول الخضار شكرا سنتيا يعطيك الف عافيه ونتمنى انه للجميع انه يكونوا استفادوا من هذه التبس ونشوفكم في غذاء وبروتينات كويس خلينا نشوف